نباتي. جدي معاه جدتي ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة. جدتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار وتعين جدي في الحق. شكرا 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 أحبائي، شكرا. شحركم شابين؟ إذن عمو يزيد راه فرحان بزاف اللي راكم معايا اليوم هنا. أكون فرحانين انتما؟ شكرا شكرا احبائي. اذا احبائي اللي راكم تشوفوا فينا كذلك، وحبيتوا تحضروا وتفرحوا كما اصدقائنا اللي راهم هنا معكم، الى توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور في حصة مع عمو يزيد عليكم بشوية على الصبر، لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حب يستضيفكم كامل 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 هنا يا أخي أحبائي. إذن الصبر شوية أحبائي، راكم شابين بزاف بزاف بزاف. قبل ما نبدأ كذلك أصدقائنا انتوما وكذلك لما يشوفوا فينا يقدروا يرسلونا، يقدروا يرسلونا عبر موقع الانترنت كذلك عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. وشكون يجيب لنا رسائل؟ ساعي البريد. استقبلوا معايا، استقبلوا معايا ساعي البريد. تعال وليدي، تعال تعال امير، تعال تعال تعال. هيا وليدي تعال. واش راك وليدي؟ لاباس؟ نعم. واش جبت لنا امير؟ جبت لكم البريد. البريد، بريد تاع اصدقائنا الاطفال. اذا ضعه في علبه البريد باش عمو يزيد يعاود يقراه من بعد. يلا تفضل تفضل وليدي تفضل. اذا وانتم كذلك يا احبائي رسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات باش عمو يزيد يقرا البريد تاعكم هنا. أحبائي كما راكم تشوفوا حصة مع عمو يزيد راها في جو مختلف، خرجنا في هذه الصيفة في فصل الصيف. شكرا وليدي، شكرا شكرا، مع السلامة. أعطونا تحيات ساعي البريد الجميل. شكرا، برافو برافو برافو. أحبائي حصة مع عمو يزيد راها بحلة جديدة، وجه جديد مختلف. رانا في المزرعة البيداغوجية بزيرالدا اللي رحبوا بينا، وإحنا رحبنا بكم أحبائي باش نكونوا في جو جميل. هذا الجو واش هو؟ جو البيئة، جو الحيوانات. تحبوا الحيوانات؟ وتحبوا كذلك البيئة؟ إذن يجب الاعتناء بالبيئة وبالحيوانات أحبائي. يا أخي أحبائي في هذه الفترة هذه كاين يوم 30 جويلية هو اليوم العالمي للصداقة. تحبوا أصدقائكم؟ وكذلك يوم 31 جويلية هو اليوم العالمي للمرأة الإفريقية. أحبائي المرأة الإفريقية مرأة مكافحة، مرأة مكافحة جدا جدا جدا. واش رأيكم مادام تكلمنا على اليوم العالمي للصداقة، شكون اللي يقدر يقول لي واش هما الصفات اللي تحبوهم يكونوا في الأصدقاء تاعكم؟ واش هما الصفات اللي تحبوهم في الأصدقاء تاعكم؟ شكون اللي يعرف؟ تعالي بنتي أروحي أروحي الشربة أروحي. واسمك؟ اسمي راشا ميرا. اسمك شباب، الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 9 سنين. 9 سنين. واش هما الصفات اللي تحبيهم يكونوا في الصديق ولا الصديقه تاعك؟ نحب الصفات اللي يكونوا في الصديقه تاعي هما ما يكذبوش. الصدق، ما يكذبوش. برافو برافو بنتي، الصدق. تعال وليدي واسمك؟ ادم بسكر. ادم، شحال في عمرك ادم؟ 8.5. 8.5. الله يبارك وليدي، الله يبارك. وش هما الصفات اللي تحبهم يكونوا في الصديق تاعك ولا في الصديقة؟ دائما يصدقونا، يصدقونا. يصدقوكم يعني ما يكذبوكمش، يعني يصدقوكم. برافو 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 برافو. تعالي، إذا الثقة، الثقة في الصديق. جميل جميل. واسمك بنتي؟ ريتاج. ريتاج، شحال في عمرك ريتاج؟ 9. 9 أيام؟
9 سنين. برافو بنتي. واش هما الصفات اللي تحبيهم يكونوا في الصديق ولا في الصديقه تاعك؟ الصفات اللي نحبهم يكونوا في الصديق ولا الصديقه تاعي هما حسن الاخلاق. الاخلاق، برافو برافو بنتي، حسن الاخلاق. تعال وليدي، حسن الاخلاق. واسمك وليدي؟ تاج الدين. تاج الدين، شحال في عمرك تاج الدين؟ 8. 8؟ لا 8 اسنا. 8 شهور؟ لا سنوات. ايه. سنوات. برافو وليدي، برافو. وش هما الصفات اللي تحبهم يكونوا في صديق ولا في صديقه تاعك؟ هما الخلق. الخلق، الخلق الحسن. برافو برافو احبائي. الصديق، الصديق ثم الصديق. يجب، تعال وليدي اروح، قلنا يجب اختيار الاصدقاء، لازمكم تخيروا اصدقائكم، لازم الاصدقاء تاعكم تكون عندهم خلق حسن، لازم يكونوا عندهم صفات حميده. تعال وليدي، واسمك وليدي؟ لؤي. لؤي، شحال في عمرك لؤي؟ 10 سنين. 10 سنين، واش هما هاد الصفات؟ الصفات التي احبهم عند الصديق ومخلصين في السراء والضراء. برافو، الاخلاص. برافو 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 وليدي، برافو برافو. الاخلاص احبائي، الصديق ثم الصديق. عمو يزيد لكم مفاجاه من بعد، جميله 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 جدا. واش رايكم احبائي؟ انا حبيت قبل ما نبداو، تحبوا الالغاز؟ لغز اليوم يقول: تعرفوا الحصان؟ إذن ما هو اسم صغير الحصان؟ الحصان، ما اسم صغير الحصان؟ معليش فكروا، فكروا لغاية نهاية الحصان أحبائي، فكروا لغاية نهاية الحصان. ثم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز عبر موقع الانترنت عمويازيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. أحبائي على بالكم أهمية الصديق في المجتمع وفي حياتكم مهمة جدا، لازم تختاروا أصدقائكم. بهذه المناسبة اليوم عمو يزيد لكم زوج أغنيات، أغنية للمناسبة وأغنية صديقي حبيت، لأنه مهم جدا باش نعلموكم كيفاش تخيروا أصدقائكم. يا أخي أحبائي يلا هنغنوا مع بعض. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدب. يلا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدب بالخير لي ناصح علينا وقلبي طيبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدب بالخير لي ناصح علينا وقلبي طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي بلا تعب يرافقني وقت أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقت أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدب بالخير لي ناصح حنين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدب بالخير لي ناصح حنين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي. صديق صالح حسن السلوك مؤدب بالخير لي ناصح حنين القلب
صديق صالح حسن السلوك مؤدب بالخير لي ناصح عين القلب طيبة صديقي 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 أخي ورفيقي. برافو 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 أحبائي, برافو برافو أحبائي. إذن هذه الأغنية كانت خاصة باش تعرفوا كيفاش تختاروا أصدقائكم أحبائي. يا أخي واش رأيكم دركا نروحوا نكتشفوا حيوان اليوم اللي هو القط مع دنيا العلالي؟ تصفيق على دنيا, تفضلي بنتي, تفضلي تفضلي تفضلي. إذن تصفيق تصفيق على دنيا العلالي, تفضلي بنتي تفضلي 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 بنتي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. القطط, القطط هي من الحيوانات الأليفة وتنتمي للثدييات, تعتبر من أكثر الحيوانات القريبة من الإنسان, ولها عدة أنواع. تمتلك أجسام مرنة وأسنان معتدلة تستطيع من خلالها صيد الحيوانات الصغيرة مثل الفئران, ويساعدها قوامها على القفز. غذاؤها الأساسي هو الأسماك. تتميز بسمع قوي حيث تحتوي أذن القطط على 32 عضلة. تمتلك أيضا قوة شم حادة ورؤية ليلية قوية. تتكون عائلة القطط من القط والأنثى تسمى بالقطة والصغير بالهر. يسمى صوت القطط بمواء. تتميز القطط بوفائها لصاحبها حيث أنها تعود إليه بعد ضيارها أو الابتعاد عن صاحبها قاطعة عدة كيلومترات. برافو 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 برافو, تحية. شكرا شكرا بنتي. أحبائي القطط, تحبوا القطط؟ إذن عمو يزيد كذلك دلكم مفاجأة, الأغنية تغنوا معايا كامل قطتي. يلا كامل تغنوا معايا قطتي. تلهو تلعب تغفو تتعب, ما أحلاها قطتي. تركض تلعب تجري تتعب, ما أبهاها قطتي. وجدت جحرا قطتي, صادت فأرا قطتي, ما أسرعها قطتي, ما أبهاها قطتي. وجدت جحرا قطتي, صادت فأرا قطتي, ما أسرعها قطتي, ما أبهاها قطتي. تلهو تلعب تغفو تتعب, ما أحلاها قطتي. تركض تلعب تجري تتعب, ما أبهاها قطتي. ورأت خيطا قطتي, راحت تلعب قطتي, نسيت فأرا قطتي, ما أحلاها قطتي. ورأت خيطا قطتي, راحت تلعب قطتي, نسيت فأرا قطتي, ما أحلاها قطتي. تلهو تلعب تغفو تتعب, ما أحلاها قطتي. تركض تلعب تجري تتعب, ما أبهاها قطتي. هرب الفأر قطتي, دخل الجحرة قطتي, فبكت ندمت قطتي, ما أحلاها قطتي. هرب الفأر قطتي, دخل الجحرة قطتي, فبكت ندمت قطتي, ما أحلاها قطتي. تلهو تلعب تغفو تتعب, ما أحلاها قطتي. تركض تلعب تجري تتعب, برافو 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 أحبائي. عجبتكم الأغنية؟ تحبوا القطط؟ القطط جميلة, حيوان أليف يرافق الإنسان وهو كذلك مخلص للإنسان. أحبائي تحبوا ألعاب الخفة؟ نروح مع عم مراد لجنة من مدينة البليدة في ألعاب الخفة. تفضل عم مراد, تفضل تفضل تفضل. أحبائي إذن استقبلوا معايا عم مراد في ألعاب الخفة اللي جانا من مدينة البليدة. تصفيقة حرة على عم مراد, تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم يا أطفال. شفتوا شحال هايل راكو في مكان
الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا واش كاين هنايا، شفتوا واش كاين؟ الله يبارك الطبيعة، ونحب الطبيعة. وبما أنني جيتكم من مدينة البوليدة اللي هي مدينة الورود، جبت لكم هذه الأزهار وهذه الورود الشابين. شابين؟ لا؟ وش خص هذه الصورة؟ ما كاش الأزهار، ما كاش. على بالكم علاش يا أطفال؟ على خاطر ما سقيناهاش، بارك الله فيك، ما سقيناهاش. لازم وش نديرو؟ نسقوها. بصح وشني يا أطفال، بما أننا في صف في فصل الصيف راهو على الأبواب، حافظوا على الماء. نعم حافظوا على الماء لأنه عنصر الحياة، وردوا بالكم ردوا بالكم. إيه ملكي نسقيوها ونسقيو الأزهار تاوعنا، مشي نطولها بزاف بزاف. إيه خرجوا لنا أزهار زي شابين. أوه الله يبارك. شكون لو حاب يشارك معايا في هذه الألعاب اللي راح نديرو لكم دوكا؟ شكون اللي شاطر؟ نشوف اللي شاطرين. انتوما في الحقيقة كامل شاطرين، الله يبارك. هيا ارواحي انتيا، ارواحي ارواحي انتيا، ارواحي ارواحي انتي تاني. انا 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 هيا كملنا. سدي تشوفي، هيا ارواحي تاني، هيا منا شوية بلاك. وشن هذا يا أطفال؟ هذا لا، هذا السيس، هذا السيس باش نديرو فيه الأزهار. أما احنا وش نديرو يا أطفال؟ راحين نجيبو التربة اللي هي تاع بلادنا الحبيبة، نحطو التراب في السيس كامل، ومن بعد وش نزيدو نديرو؟ البذور. بعد ما نديرو البذور نسقيوها. تحبوا الطبيعة يا أطفال؟ ملا حافظوا عليها. شكرا، مع السلامة. برافو أبو مراد، التحقوا بالأماكن تاعكم أحبائي، تعالوا. برافو برافو أبو مراد، عجبتكم ألعاب الخفة؟ إذا أحبائي شكرا شكرا لعمو مراد اللي جانا من مدينة البليدة بهذه الألعاب الخفة الجميلة الجميلة الجميلة، ومن خلالها نقول لهم، من خلال عمو مراد نقول تحياتنا لكل سكان مدينة وولاية البليدة الجميلة الجميلة. واش رايكم دركا نروحوا مع دعاء العلالي نكتشفوا معلومة في فقرة هل تعلم؟ إذن اتفضلي دعاء بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. تحية تحية. مرحبا يا أطفال، هل تعلم أن الفواكه التي يستخرج منها العصير هي من أكثر أنواع الفواكه التي تحسن عمل الجهاز المناعي في الجسم؟ برافو 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 برافو، شكرا شكرا بنتي، شكرا شكرا بنتي دعاء، معلومة جميلة 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 جميلة. إذن الفواكه التي يستخرج منها العصير لازم تأكلها أحبائي، ما تقولوش ماما أنا ما نحبش هاد الخضار ما نحبش هاد الفواكه وكامل. يا أخي انتما تأكلوا الفواكه والخضار. برافو أحبائي، برافو برافو برافو. ها تأكل الفواكه والخضار، برافو وليدي، برافو برافو جميل. أحبائي تحبوا الحكايات؟ عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية جميلة، هي حكاية الثعلب الصغير. يلا معايا. إذن أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الثعلب الصغير. واحد النهار في واحد الغابة خرج واحد الثعلب الصغير هكذا راح يلعب في الغابة، ولكن لما خرج للغابة كيتلقى مع الحيوانات باش يلعب معاهم، كيلحق عند الدب، قال له انت سمين بزاف لازم تنقص الماكله. قال له يتلعب معايا، قال له ما نلعبش معك. ومن بعد راح، بعد قاعد يشوف هكذا الحيوان اللي يحكمه يقول له انت ترقد بزاف، انت تاكل بزاف، ما كانش مليح معاهم. ومن بعد كيقول لهم يتلعبوا معايا، واحد ما يحب يلعب معاه.
ومن بعد رجع للدار. رجع للدار شغل ما كانش شغل، كان تعيس هكذا. قالت له يما واش بيك واش بيك؟ قال لها يما انا واحد ما حب يلعب معايا من الاصدقاء هادو كامل، قلت لهم هيا تلعبوا معايا وما حبوش. قالت له علاش؟ قالت له واش كنت تقول لهم؟ قالها لا لا ما قلت لهم والو، كنت نقول لهم باللي برك انت سمين، انت تاكل بزاف، انت ماشي شباب. قالت له لا لا يا وليدي لا لا. قالت له الاصدقاء تاعك الا حبيتهم يلعبوا معاك ويحبوك ما لازمش تكون قبيح معاهم، ما لازم تكلم معاهم كلام حسن. قالت له جرب، روح غدوه وقول لهم باللي انتوما، خاطبهم باشياء جميله حسنه، دوك تشوف كيفاش المعامله تاعهم راح تبدل. قال لها خلاص غدوه نجرب. راح غدوه من داك يلعب، وصل عند الدب في بلاص باش يقول له كيما البارح، قال له انت سمين وتاكل بزاف وكامل، قال له اه، قال له انت صديقي انت قوي جدا. فرح هذاك الدب، قاعد يلعب معاه. ومن بعد راح عند الارنب، اه قال له انت اسرع حيوان، انت سريع جدا. فرح هذاك الارنب، قاعد يلعب معاه ماشي كيما البارح، كيما قال له، قال له انت يا عندك ودنين طوال وكامل، ما عجبوش الحال الارنب. مي اليوم كي قال له انت سريع وانت جميل وكامل عجبو الحال. راح للغزالة قال لها انت جميلة وسريعة كذلك، عجبها الحال قعدت تلعب معاه. فرحوا. بعد كي رجع عند يما قال لها يما شفتي؟ قال لها اليوم كامل لعبوا معايا. قالت له شفتي يا وليدي، قلت لك بلي لازم تقول لهم كلام جميل وكلام حسن. عمو يزيد عمو يزيد، العبرة من هذه القصة هو أن علينا أن نخاطب أصدقائنا بلطف وأن لا نسخر منهم. برافو 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 أرنوبة، برافو. أحبائي يجب معاملة الأصدقاء بلطف وعدم السخرية منهم يا أخي. أحبائي يلا معايا. إذن أحبائي، الإنسان مهم أنه لما يخاطب أصدقائه ولا عائلته ولا زملائه لازم يخاطبهم بالتي هي أحسن. دائما دائما ما لازمش الاستهزاء باصدقائنا يا اخي احبائي. برافو. واش رايكم دركا نروحوا مع خلود مداس نكتشفوا مدينه جزائريه جميله؟ هي مدينه على باب الصحراء، مدينه الاغواط احبائي. اذا تفضلي خلود بنتي تفضلي. مرحبا بكم يا اطفال. مدينة الأغواط تعني تسميتها بساتين، لقبت بعدة ألقاب منها عاصمة سهوب وبوابة الصحراء. تقع في جنوب الجزائر، يحدها من الشمال ولاية تيارت، ومن الجنوب ولاية غردايا، ومن الشرق ولاية الجلفة، أما غربا ولاية البيض. تقدر مساحة الأغواط ب 25,057 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 455,602 نسمة، وتضم 10 دوائر و24 بلدية. تعتبر الأغواط ثاني منطقة طاقوية في الجزائر، وذلك لاحتوائها على أهم حقل للغاز ومنطقة رعوية تختص في تربية المواشي. واستفادت من مشروع الكهرباء الفلاحية، وذلك بربط الأراضي بالكهرباء، مما تساعد الفلاحة على تطوير الزراعة. توجد بها عدة معالم ومواقع أثرية نذكر منها الزاوية التيجانية، جبال عمور، شلالات تيزارين، كاف فرومونتان، المحطة الحسبانية، والمعالم الجنائزية. برافو 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 بنتي، برافو 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 برافو. إذن الأغواط تعد منطقة طاقوية وزراعية مهمة في الجزائر. على بالكم أحبائي علاش فيها احتياط الغاز؟ وين تعرفوا المدينة اللي في ولاية الأغواط اللي فيها احتياط الغاز؟ قولها لكم، حاسر مل أحبائي. حاسر مل مدينة، منطقة فيها أكبر احتياط في الجزائر من الغاز الطبيعي أحبائي. كاين واحد الفقرة جميلة، هي فقرة النكت. اضحك معنا. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون اللي عنده نكتة؟
شكون شكون شكون؟ تعالي بنتي روحي. واسمك شاطرة؟ كسول دانيا. واسمك؟ كسول دانيا. دانيا الله يبارك. شحال في عمرك دانيا؟ 11 سنة. الله يبارك. حكي لنا النكتة تاعك بنتي. كان واحد النهار واحد الراجل جحا راح للسطاح باش يطل ومن بعد طاح. طاح وخلاص الحكاية. برافو بنتي، برافو برافو. شكرا شكرا. تفضلي بنتي تفضلي. شو اللي عنده نكتة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعال تعال وليدي اروح. تعال تعال. برافو. اقعد وليدي. واسمك الشاطر؟ اسمي جواد. جواد شحال في عمرك جواد؟ 10 سنين. 10 سنين. شاطر في الدراسة؟ شوية ولا شاطر؟ شحال جبت معدل؟ شاطر جبت 7. 7 الله يبارك وليدي الله يبارك. شاطر شاطر شاطر. ربي يوفقك ان شاء الله. احكي لي النكتة تاعك وليدي. كان واحد النهار واحد العائلة رحت في عطلة ياك، من بعد رحت لمولا الطاكسي سقسيته قلت له شحال الراجل الواحد ياك، قال هذاك مولا الطاكسي قال الراجل الواحد 100,000. بعد هذاك الراجل قال ادي هادو الاطفال شحال الاطفال باطل باطل. وقال له هذاك الراجل قال له هاك دي هذوك الاطفال وراه. قالوا روح اديهم وهم يستناو فيهم، حب الاطفال يروحوا باطل. برافو 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 وليدي برافو برافو. شكرا 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 شكرا. احبائي الحقنا دركا الفقره الجميله هي فقره رسائلكم. اذا تاتا فيفي جيبينا رسائل اصدقائنا الاطفال اللي بعتوهم لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. شكرا. تحية تحية لتاتا فيفي. تحية 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 تحية. إذا عمو يزيد راح يقرأ الرسائل تاعكم الجميلة. ولد جبلة محمد 7 سنوات من مدينة شلالة العذورة مدينة ولاية المدية، قال لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو يزيد أنا أحبك كثيرا وأتمنى أن تقرأ رسالتي التي أحيي فيها كل أطفال الجزائر وأتمنى لهم السعادة، ولا أنسى زملائي في المدرسة ومعلمتي سعاد التي أحبها كثيرا. إذا ولد جبل الله محمد 7 سنوات من شلالة العذورة ولاية المدية. شكرا ولدي على هذه الرسالة الجميلة. هذه الرسالة الموالية. دردور محمد يزن 7 سنوات ولاية قلمة، قالكم أتمنى المشاركة معك في الحصة وأن تزور ولايتنا ليتمكن من رؤيتك عن قرب. أختي الصغيرة أميمة عمرها 4 سنوات تحبك كثيرا. هواية المفضلة كرة القدم والكاراتي. إذا محمد يزن دردور مع أختك الصغيرة أميمة 4 سنوات، ربي يحفظكم. عمو يزيد يحبكم وإن شاء الله يستضيفكم في الحصة. وتحيتنا لكل سكان مدينة قلمة. الرسالة الموالية. بن زخروفة عبد الرحمن 3 سنوات مدينة وهران. أنا اسمي عبد الرحمن من ولاية وهران. نحب حصتكم الرائعة وانتظرها بشوق وحرارة، وأحب عمو يزيد كثيرا وأتمنى لكم التوفيق. إذا بن زخروفة عبد الرحمن ولدي ربي يحفظك وعمو يزيد يحبك بزاف 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 بزاف. سلطاني ربيع 25 سنة مدينة بير العاتر ولاية تبسة، الله يبارك. قال لك برنامجكم في غاية الروعة، لمزيد من النجاحات وكل تحياتي لأسرتي الكريمة، أحبهم كثيرا وخاصة إخواتي الصغار عواطف وأمال. إذا سلطاني ربيع 25 سنة من بير العاتر، ربي يحفظك. وتحيتنا لكل سكان ولاية تبسة الجميلة الجميلة الجميلة. بوجلطي آية وميليسا 9 و5 سنوات. إذن آية 9 سنوات، ميليسا 5 سنوات، مدينة الأخضرية باليسترو ولاية البويرة. يا سلام على ولاية البويرة الجميلة. قلت لكم عمو يزيد نحبك ونتمنى أن تدعونا للحصة. إذن راهي دعوة موجهة لكم أحبائي،
باش تحضروا في الحصة. ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا باش نكلموكم وتجوا تحضروا في الحصة. أحبائي واش رأيكم؟ لحقنا للجواب عن السؤال. السؤال قال: ما اسم صغير الحصان؟ صغير الحصان واسم صغير الحصان أحبائي كيفاش يسموه؟ تعالوا وليدي أروح. صغير الحصان ما اسمه؟ تعالوا وليدي واسمك وليدي؟ عبد الرؤوف. عبد الرؤوف. شحال في عمرك عبد الرؤوف؟ سبع سنوات. سبع سنوات. واسمه صغير وصغير الحصان؟ مهر. المهر. تصفيق عليه. برافو 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 برافو. إذا صغير الحصان هو المهر. تحب الحصان؟ نعم. تحبوا الحيوانات؟ برافو. أعطيه الهدية تاعو. أعطيه الهدية تاعو. إذا وليدي عمو يزيد يعطيك هاد الهدية على شطارتك، إن شاء الله تستفاد بها. شكرا. العفو العفو وليدي. تفضل 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 تفضل. شكرا شكرا شكرا. أحبائي في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا. اليوم عندنا عيد ميلاد مداس خلود. إذن احنا نغنوا الخلود: عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالها. تعالي خلود، تعالي بنتي، تعالي تعالي، اروحي بنتي، يلا هيا تغنوا كامل معايا عيد ميلادك احلى عيد. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو. إذن خلود نشعل لك الشمعة، فوالا نشعل لك الشمعة وديروا معايا دركا العد التنازلي لخلود: سبعة، ستة، أربعة، ثلاثة، زوج، واحد. طفي لنا الشمعة بنتي. برافو 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 خلود بنتي، برافو برافو برافو. اذا اعطي لي الشهاده تاعها. اذا خلود بنتي عمو يزيد يعطيك هذه الشهاده الجميله باسمك، وانتم يا احبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهاده باسمه هكذا يحتفظ بها كذكرى لانجاح تصوير حصه مع عمو يزيد. تفضلي بنتي، وبما انك راسلتينا بخمس قسيمات من علب حليب رامي، رامي
راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة الجميلة، إن شاء الله تستفادي بها بنتي هكذا. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم انتظرونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت أحبائي، نحبكم نحبكم نحبكم، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. جيت نشوف عمي عمو يزيد، نحب نسمع الأغاني تاع عمو يزيد لخاطر ممتعة، أنا فرحانة خصك عدو نشوفوا الحيوانات ونشوفوا عمو يزيد. جيت هنا باش نشوف عمو يزيد ويعجبوني الأغنية تاعو، موالف نشوفها في التلفزيون، راني فرحانة كي جيت لهنا باش نشوف عمو يزيد. نحب عمو يزيد، جيت نشوف عمو يزيد باش نشوف عمو يزيد. واش نحب باسك هو اللي جابنا هنايا على بيها نحبو. بصح الحمد لله والله غير ما شاء الله، شغل ما نحسوش روحنا شغل انا نخدمه. كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم.